الحياة الجزيئية وعلم الوراثة هو التخصص الذي يدرس المستوى الجزيئي للحياة وكيفية نقل الصفات الوراثية من جيل إلى جيل آخر. يدمج هذا التخصص بين مجالين رئيسيين، الأول هو الأحياء علم الأحياء الجزيئية الذي يركز على فهم التراكيب والوظيفة الدقيقة للجزيئات الحيوية مثل الأحماض النووية والبروتينات والإنزيمات، كذلك علم الوراثة الذي يهتم بدراسة التراكيب الجينية وكيفية انتقال الصفات الوراثية من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة، ويشمل دراسة الجينات والكروموسومات وآليات التنظيم الجيني وتفاعلها داخل الخلية. في البداية قد يبدو هذا التخصص معقد بعض الشيء، إذ أن علم الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة تخصص واسع ومتطور، مما يستوجب على الطالب فهم المفاهيم والعمليات الجزيئية التي تحدث داخل الخلايا وتؤثر على التراكيب الجينية والوراثية. إضافة على ذلك يجب على الطالب تنمية مداركه ومعارفه في مجالات الكيمياء المختلفة كعلم الكيمياء الحيوية وعلم الكيمياء العضوية بشكل جيد. كذلك يجب على الدارس لهذا العلم أن يواكب التحديثات والتطورات الجديدة في جانب البحث العلمي، بحيث يجب البقاء على اطلاع دائم بالأبحاث والأعمال العلمية. أيضا يتطلب هذا التخصص القيام بالعديد من التجارب والأبحاث في المختبر، وهذا يتطلب مهارات تجريبية وفهما عمليا للتقنيات المستخدمة في العمل المختبري. يمتلك خريجو الأحياء الجزيئية والوراثة فرص عمل واسعة في مجالات متنوعة، أهمها في مجال البحث العلمي، حيث يمكن لخريجي الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة العمل في المختبرات البحثية سواء في الجامعات أو في المؤسسات العلمية البحثية أو في الشركات الخاصة. كذلك هناك فرص متنوعة في جوانب الصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، حيث يمكن لخريجي هذا التخصص العمل والمساهمة في تطوير أدوية جديدة وعلاجات مبتكرة وتحسين العمليات الصناعية في المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية. كما يمكنهم العمل في مجال الطب التشخيصي الجزيئي، حيث يقومون بتطوير وتنفيذ اختبارات التشخيص الجزيئي للأمراض الوراثية والسرطان والأمراض الأخرى وتحليل العينات الجزيئية المرتبطة بالحمض النووي والبروتينات، إضافة إلى فرص متنوعة في مجال الزراعة والتحسين الوراثي للمحاصيل ومجالات عمل أخرى كالأبحاث الجنائية والتحليل الجنائي والبيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب الإعلام العلمي والتوعية.